بدأ عشرات ملايين الأشخاص في فرنسا وإسبانيا الاثنين استعادة قسم من حرية الحركة، لكن المخاوف من موجة ثانية لا تزال قائمة في وقت سجلت فيه إصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية ووهان. مع فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، تتواصل الدعوات لتشجيع العمل عن بعد، حيث تسعى الحكومات إلى تأمين عودة هادئة للحياة الطبيعية بعد شهرين من توقف النشاط الاقتصادي. لاحظت أن الجميع يرتدون أقنعة، وهذا أمر جيد بالفعل، كما تحترم إجراءات الوقاية والقطارات تعمل بشكل متواصل. بالنسبة لي هذا أمر جيد. والأمل والفرح باستعادة شيء من الحياة الطبيعية حاضران بقوة في هذين البلدين اللذين كان بين الأكثر تضررا بالوباء في العالم. عدنا إلى القيام بالأمور المعتادة مثل تناول قهوة مع صديق. في الأيام العادية كان بإمكانك الاستغناء عن الأمر والقول لا أشعر برغبة في تناول القهوة الآن، أما اليوم فتدرك أن هذا الروتين أصبح أمرا غير عادي وترغب بالقيام به مرارا وتكرارا. وفي كل الأنحاء يبقى التيقظ قائما، لأن منظمة الصحة العالمية تتخوف من موجة ثانية للوباء الذي أدى إلى عزل أكثر من نصف البشرية وأغرق الاقتصاد العالمي في ركود قياسي.